مبسوط جدا ان كان الناس شايفه الرياضه تخصصيه قوي، فخايفين من الرياضه فقاعدين بعيد، وهي مش كده، الرياضه للكل. فكان انا كنت مبسوط جدا ان الرياضه دخلت بالشكل ده، ولو ما كروس فيت كانت الرياضه رفع اسكال ماتت صدقني. يعني يمكن دي عرفت الناس، ما واحد بره شايف الحديد بيتشد عادي، لكن لما يخش نفسه بقى لا ده مش عادي، الحركه اللي عملها دي لا مش عادي. كده هو بيسأل كده في حاجه غلط، اروح اجربها لا عشان كده البر البار كده يعني. فانا مبسوط جدا ان دخلت، وحاجه كويسه جدا ان حد اشوف حد عنده 50 سنه ولا 52 سنه بره وكل يوم كلمني. واحد في سنه لو ما فيش حاجه زي كده ما كانش يمكن، ما كانش ليه هدف في الحياه خلاص. فالرياضه فتحت المجال ده، وكل اللي بيجي مش شرط ان انا الطب لا، وفي جيمات في امريكا انا شفتها في دامبلز 150 كيلو. انا والله انا مش كده 150 كيلو دامبلز واحد الاثنين 300 ازاي؟ فاجي اسال خلاص بقى الموضوع بقى هتجنن. فاجي اسال في حد بيشيل الكلام ده؟ قال لي لا طبعا انت مش من الكوكب ولا ايه؟ فاقول له امال هو محطوط ليه؟ قال له محطوط عشان دايما الانسان يشوف نفسه ضعيف، يشوف نفسه انه لسه ما وصلش للقمه، لسه قدامه كتير قوي. فهو ده اللي بنتكلم فيه، حط قدامك حاجه كبيره جدا وقارن نفسك بيها هتفضل تسعى. لكن واحد خلاص انا الطب وحياتك تاني سنه على طول هتلاقيه بره خالص.